بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، عشر كواكب قل لباطني تضضات يكمذا من رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. باب وجوب صوم رمضان وبيان فضله وبيان فضل الصيام وما يتعلق به. حبابي هاي وجوب صوم رمضان، صوم كما بيش صون رمضان إلا صومه واجب نمت كذا ويكسب سنيا هاي بابكو. يو بيان فضل الصيام يان لعد يقيمها يفضل أو صوم كولا يهدين كينا يو ما يتعلق به وهي كل له صوم كأي يفضل إيسا. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام وحال إذن كفر رضي إلي والله إذن كقر ودشين الله ودقي الصيام من الصومتا كما كتب على الذين من قبلكم سيدي الله غفر رضي إلي اللغو لازم يصومك ضدك إذن كهر ريو مدين كهر ريي لعلكم تتقون سيدي الله يقعب ستان بالليدين ساري واجب كوحا الليدين ساري الله ينتقعب ستان درتيد. إلى قوله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. شهر رمضان ومبتدا خبر كسونا وجمل كسوس على الله الشيء وذاتنا وحيدا مايه مبتدا لو قدر شهر رمضان وحوي وخبر ذلك أما ذاك الشيء على قصة الشيكية إلهي إذن فرض إذن ساري وأمدي هران الله ساري إذن كان الله ساري وحوي شهر رمضان وبشهر رمضان صوم كذي الذي رمضان كاسو أنزل لدجية فيه القرآن كتاب القرآن كان لسو دجية لحديثة هدى للناس يا سوى ضدك هدى أي هاديا للناس سوى ضدك هانونين أي ووضوينك في عن التوصين ربي جعلي يكو أهر سيدي يوبيناتنا سوى عضيماء من الهدى من الأحكام يا أحكام عد عدنا أي الله سعوت والفرقان يكالبعين باطل يحق لك لصعوه فمن شهد منكم الشهر بشانك كقيب قليه أي أبلا تأسوه المسافر أهين فليصمها الصوم ومن كان مريضا روح بكيجرا أو على سفر أما الصعداء الدشيئة فعدة فواجبه أما فعليه وحاسك صارين لقربه عدة مالمويو من أيام أخرى عدة ترويو من أيام أخرى مالمك لا من رمضان كأهين وقضاء. وأما الأحاديث أحاديث كتمت في الباب باب الصوم فقد تقدمت وحكصور مرتي في الباب الذي قبله باب كان كيكو الرئي وجوب الزكاة أحاديث أركان الإسلام ككهل ليسي صوم كأي حج كأي صلاة كسوها الله ومركة أي باب كخصيصة آيات وحية المانتي إلا الدجيي وكتاب القرآن قال لسعود الدجيي بالرمضان قدهت حديث كواثر بن أسقع بانا قد يدع عدي رضي الله تعالى عنه في مسند أحمد وغيره حديث كوحشيقي والنبي عدي عليه الصلاة والسلام صحف إبراهيم نبي الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام صحفت لقسو الدجيي بشهر رمضان كود يدع لقسو الدجيي بشهر رمضان كود يدع يا صحف إبراهيم لسعود الدجيي تورات نوح على سود دجيو نبي موسى لو سود دجيي لحدة بشهر رمضان بشهر رمضان اللحة أيا إلهنا كتاب التوراة كسود دجي على موسى عليهم السلام عليهم الصلاة والسلام سيد إبراهيم إنجيل نبي الله عيسى وحال وسود دجي صدح الطبنك بشهر رمضان فرقان أما كتاب كان القرآن كان نبي الله وحال وسود دجي مركي أي لباطني أفر بريتك طيب بشهر رمضان لأربع وعشرين خلت من رمضان تدبري مكي بشهر رمضان كده من تهاي وطبعاً كده بالله قالي بشهر أفر لواتن أي تهاي أيال السود تشي كتاب القرآن كا حديث كأحمد باورية يا غيرك صحف إبراهيم أول رمضان بل السود تشي توريد لحد رمضان بل السود تشي إنجيل صدح طبعاً كرمضان بل السود تشي كتاب كفرقان يا تهي ستان وحال السود تشي باللوضي لباطنيو أفرت بشهر رمضان ما كنت دوبري كده ما طير رمضان كدب أمرك بيت العزة اللي قصود تجسور ما يست جملة واحدة كدب النبي كتفاريق سقوا لباطني صدح سنة لوسود تجنا يلقي بني معناها أمرك آيات دعية المانتي
إذن محاك جيرا هدي كتابك القرآن كاللو دورتي بش رمضان إلا الدجي أو توريد لو دورتي أو إنجي لو دورتي أو زبور الرواية كلا تلمانتي إن دوري لباتن كرمضان لسود يدونا وحي تصيسا بش رمضان قيمها يقدر كإله أكتسا قولة هذا هاي كتابك أوينا أقف ضباط نابا لنح دجي أو لو دورتي أصلا لغو بيغو شيء أوينا حل مناسب وقيمي سنبا لغو آدية لغو بيغا حق لغة الصوم محل إذا هذا أسأل كيس والإمساك الإمساك عن شيء مطعما ومشربا وكلاما بال إذا هذا إن أتكأف هيسا تو شيء أما هذا الجوجي أما عنت جوجي أما عبدان جوجي أيا اللغة اللي إذا هذا إني نذرت للرحمن صوما أي عدم الكلام خير صيام وخير غير صائمة تحت الحجاج وأخرى تعلك اللجم وكيول جري مرك خيل صائمة وحوجها وفرض حلحلان ويجوا عن دقائقين وخيل غير صائمة وفرض لسيدنا أيوة ضيالك يقول في قلية تحت العجاج وأخرى تعلق اللجمة المهم هذا وحكاء فهي سطو وذكجا بسطو وذن حرك دقائقنا السمين عندنا هذا عن عبتنا هذا ودقائقين هذا لا شب كتير هذا صوم باللغة الاسكيدة هذا هي الصيام أما عرفه والإمساك عن المفطرات بنية التقرب إلى الله سبحانه وتعالى من طلوع الفجر إلى غروب الشمس صونك شرعي وأذوك أفهيست وحيابها صونك الشبية عنتدي عبتانك استمني استقائي وحي لها المال يا قلمدي وحيابها صونك الشبية كأفهيستريسا وتكتشوك سنيسا لقب الله وقبريسا إلهي عد عيد وقرد حيسو ألا أدواشين التقرب بأن أولا أو شاء الله إيمان إيسا ساسا صومك اللي هذا آل إمساك عن المفطرات بنية التقرب إلى الله سبحانه وتعالى من طلوع الفجر إلى غروب الشمس وتعريفك وقرهن تعريفك لنا وإسكجران عليس بن ملا حق حكم كزاد ومسلا لسوي دينين وركن من أركان الإسلام شنطة تيري إسلام كمبيديا هاي روح مسلم كوينو آمنو إنو إلهي ساري وواجب نكوي هاي بالغ عاقل كا حق أنه لي ما ده منك آمن ويا إن صومك وفرض إرقوية هي ركن أركان الإسلام هي ونسارية مسلم ما وهذه حكم كأوم مقلي أما مسلم وكل حن ولا نين هذا صو إسلام أوسن أهين أما مي فوق علم كجرا أن كوري أنا أهين أما ودن قالوا الدين إسلام بشغل أن كوري أوسن كوكورين تذكر مسلمين تلاحظوا كنور أما وهو رب إسلامي هدي إلى هذان صومك واجب نقما أنما نصار وحن لنا مسلمين متهين هذا المسلم نقول له هيدين مسلمين أفرت تير إسلام شن تير إسلام كواي قال لك شهادتين كلا قرر أفرت قال إن أنا قرر يمتشر شهادتين هو الباب كلا قصو قال دين الإسلام محارد من أفضت كامركة حديث عهد بالإسلام لو يقان أما لو يقان من نشا ببادية بعيدة عن الإسلام أما من نشأ في دار حرب وكفر لو يقان ولو عذر دارا هذه وجوبات واجباتك ظاهر كأقران وآيا هذا بصوء إسلامي صلاة دبالة كل يلي بشر رمضان بالا قاري وحالا ركزوا إسكبا شوق سنة يا عن شريدي زي كبستي سوروا سيدي صون صو إلهي كم حاو سموه دي صون ميدن كابي إيشي غربا وما هاي مواجب وماها وسكسو إستاج هاي لما كان سوقي اللي يمشي أمورك ما مقلين حالنا هذا الغوش الحياة والغو عدين صون هذا باللو جهل أمورك إيكا جاهل نقدين ذاتك نوع عاسعة دورك نتلمان إيكا جاهل نقدين إيكا جاهل نقدين واجب نمدى الصوم كما قالوا بيان مرك اللو عدين يكذب هذي الضفران ويديدا مرك سيقالوا بيان حيال الجهل عند الشريعة اللي بقي بوضو منه وقال لهم سيدي سو قال لهم إياي من نوحة وي قال لما ما هو أقون درؤون اللي سبحان قادر أكو أبو رهداد دفرتوت قرام ويدو مسلمتي الجهل بالله هو كفر مطلقا قبل الوحي وبعد الوحي اللي خالق أكو أبو رهداد ما أقان ما إلهي بها جراتي وعن لنا هاي مسلمتي هذا المسلم تقول الله الله أكو أبو رهداد قرام الله إلهي وان قرام هاي إلاك وحاتر أود لي وحكم مامره وحضنه وقصمه وحكو أبوره وحكو الدلو وحكو الدائي قدرة الله أنه مباقا كافر باطان لنا
لأنه إلهي أقول لي هاي نك جرم وإلهي ما يقر مطعم زما وحتى إله ورقنا لكن إنه عليم هاي وعلام الغيوب هاي وحكست وكور قب علم شامل وكامل أولي هاي ما جرمنا إلهي واحد ما يوجي ما يبي بات ربما معلنا كافر بات علم الله سيد وجا النقط ما إلهي يا رب بشرك رأن علمي أقوني أقال لهين ما شران صفات وحاجر هذا كجاهل نقطه وحي لازم زنيس الجهل بالموصوف هناك صفات يستلزم جهلها الجهل بالموصوف بالليد هذا تلماما وحاجر هذا قران ويدو قرش على أنتو ذو حكر لنا يسد ضرورة إن هذا أحد كتلمانتا لا أدنى قونين متى مسمى؟ قال لي نبى أقول حساب ما رقنا واي وحوك يدوانين رأي ربع هذا قال دي إن أتجرؤوا يدون الصومالي يا مدح كوسا أتجرؤوا يدي وحكى لازم هي إن هذا حسن أقونين وركي ما فهمتي لكن وحول حسن ورقان وان الصومالي ومدوه مدح كوسا لكن مو ديري هم جابين ياه إنه ديري إسكدي علينا هو بين تاي لكن واتقنا تلما ما هدات جرم ويدو أي كذا لم بجرت أقون دري لكن إسكدي لنا ينين أحد كينا جاهل كتاه كمان الله يسوع صفة العلم القدرة حتى إله وانا قانا وقادر على كل شيء وعليم لكن إنه أدوميه سوء بهاي إن كان جرم ما ياتر لغني عن العالمي بدك جاهل نقطي ما نقول أنا كافر جيسا وين ما تقول أنا محجرة إلهي باد جرم وإلهي غنيه يسا صفة الغنى المطلق عن الخلائق والمخلوقات هذا إلهي وباهيكم شاكت وأنكس وباهي أما أدقرن ويد ربي أنكس كد يقطو ما أدقرن ويد معنيه ذو حوي ألا ما تقانت سأفهم جهري إسكي سقال لما أواجره إيا جهري الولاية هاي ماذا هو قالوا بلا سوق قال لما مين لكن أقوند الروي الجهل بالشرائع ليس كفرا كوجوب الصلاة والزكاة والصيام إلى آخره أما الجهل بالله وكفر مطلقا قبل السمع وبعد السمع سأوك لو أقادم إسلام كو كان نيكي كجاهل لو حلي المسلمتين إسلام بات صوغ الشيء عن كل إسلام وحول حي يهود نما إيشة واتشيك ويد عن كل إسلام متين مسلمين تي وحق قالوا ورد حي إيشة بان كوري واتكلا سار ويد عن كل هاي مسلمتي بوب كده انتو حاضر الله ونحرست دليل أرمو بختي الله ونحرست شعب الله بعد انت الله ونحرست إددي واقيريو تا الله ونحرست إليزابيث بعد ما تا الله ونحرست نكم حالي دي تتكان ودون تودا ساري إلا وضا نحرسان جنو دا قلها يما من سورة قلبة وركي نتفانتان مرة روح مسلمك وروح كليقانا هين روح الجنة قال لون حريزان أيوه أنت إلهي والنار جنة كحرم أبوك لا يقان هذا المسلم تاعي ما مخديجو مسلم هذا إيه إلا زبد نتاسك ميل جيزو ما حنقول أنا ها وحنقول أنا مسلم متهيد ما بك لا تقاند با إسلام كواتس كم محافظة تاعي إسلام متهيد إلا زبد أنا هذا رم على الدم دقوني أنا قشي oo Soomaali isan ka geeyin la socdo mar baan ka hadli doonaa hadii aan la yiraahdo war kam yaraysa dambi gooni anaga naga gashay ninkii marka reer macallin leed arato soo ila sibad amaan haya reer macallin ma aha haduu sanahayna maxaa haysa xog la'aan warka fahma mar baan u dhil qaayado hadii ilaahay naftay ku simo warkiina wuxuu rido faro madax ama korbad u wadi أما هوس بقوتي سانسان سعر بيس نقول ببلي الله مركي سواء وقاته بلي الله مربي تغنى خير إن شاء الله الله أنا أستو حقائق ذا كلا فهمة شيء والبحقيقة دي سيسا اللوقات نما أنا مسلم هاي كوفيد إسلام هكو عامننا
قف مسلمة دين تذهب دريه بصر حماها وقا صارنا لكني أصدقى بكالصعودة لقد أنه كمرد قنان كرو أصدقى بكالصعودة قاشي دمطيب يقول الله ونحارستي قال كوه إناء المسلمين الدين كانوا كسر الله ويمد نغالها كب بحينا يبو بلي الله ونحارستي وأمد كريستانك إلهي أوكي أنا قال كان قال لم يدو سفي عن قال لم يدو أسي وذا مسلمين تنصيب باب إيا وذلك مدر حيوات قرن إزاد. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معلم قيبك مثل وايدين شيئين ما لسنا وقران صارين ويمروا اخريين صوماليا وعوي قربص من بين نقط قربص من قل اسكا اتلاب كون ايرون بلايين باكس وبود الاحظوضي ويقول يقول يا معلم ما لسنا واي مرها قران كو اخريين ايدين فاتحوا هدينا ثواب ما قراناه على روحي رئيس الوزراء هيه من الزناوي يا بلي يا بني كوكا درم بايبي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تبارك وتعالى الى وحي وحديث القدس كل عمل ابن ادم عمل ولب ادم ولي ما دله اسغا اسكلي الا صيام صوم كمويه الى وحي عمل ولب ادم ولي ما دله اسغا اسكلي الا صيام صوم كمويه عمل الآدم لا يماد إلهي با إسكاله وأظنك لا يمد با يا إسكاله لكن ربك وحور ربا إنه يدري سري صوم وحور ديري هاي أعماشك له يا خيراتك كله فإنه لي صوم كانوا إيا هذا وأنا أجزي به أظنك أنا أكو أبا مرين أو أبا القدي وصيام صومك جنة قاشان وهي وقاشان نار تلسكح جيو قاشان نار تلسكح جيو وهي رواية أحمد وحي قدرتي أصيام جنة وحسن حصين من النار وقاشان يدفيس أذق ونار يضبك يعذابك أتسكح جسو رواية النسائنة أصيام جنة كجنة أحدكم من القتال سيدا قاشان كأتسكح قدكتان ورمها يوسيفها يليببك أو كلوي فإذا رواية أحمد كلو حكودة ما لم يخرقها مهم جدا والرواية داس وقاشان أذق ونرتك دفاعة مصائب كي بلاية كا دفاعة دنبك كا ترترة هذا نضو قاشان كدلاع إنه ندلولين ما لم يخرقها قاشان كي بعد أضو دلاع إسي إذا ورنك كوسو قد بي وفلارد كوسو قد بي وسيفت كوسو قد بي قاشان كمرك قاشان بدقبة أو أذق ومرشن إيه بلاية كاحجين كروين ويا سيدو حجين كرتوين صومك إلى شتاتي فإذا كان يوم صوم أحدكم فإذا كان كان إذا تامد ليه جلتين ويوجد إذا كان صوم أحد صوم يوم إذا كان يوم صوم أحدكم متكين صوم كيسي مالك كيسي مكة لقار يعني متكين مالك الصوم أنا مكة لقار أما أصوم الشري أما أصوم ياي فلا يرفض يصحوا شو كان سنه فلا يرفض شو كان سيقول حلو شد هدايو رفضكو وورك كصاب سن دماعي الرجال يدو مرجلة مرجلة سود ويمرك ما هاي شو كان سيقول له تشيو شو كان سيقول يو حلو شد شو كان سيقول يكون فرد بانك برانا وحلو شد يجري فلا يرفض يوسف ورد مرين ورد مريت كان له تشيو ورد دماعي هولها اسمالين كاس كعاقنو ولا يسخب يوسن رواق روحا قيل ذي سوحن كي مرن كروحا اسكد يضوضة هلا إلى لي يصونك هلا دوروي فإن سابه أحد من أدولاد العراتمة فإن سابه أحد باكو أفلقا دوريك جاي في أو قاتله أحد أما روح باكو لدك الله وقع أنت بكل السؤال أما أفكبا فليقول هيدا روح مسلم كي صومن إني صامني وأن صومنه جمهورته وحيلي نيذ وكده جمهور أهل العلم إني صائمه إن صومت حسوسو قرواقسو إذ بسوي إنك أبصر كحونك ويرري فرح كقات هاو جوابي صومك إلالي رواية حاكم نوح إليه ووديه بس توس بطوديه ونية وصومرة بمعنى دان صومني واسكك عدع الله فرق دان أبالك وش بلا والذي نفس محمد بيده نبو حولي الله النفتيد قعانت سأي كجرتان قد أرتي الله خلوف فم السائم روح الصومن أفكيس أفكى اللون كيس خلوف قد دوار رائحة سنجيدة
innaga soo marra hadii markaan siwaaga rumayga maraynay baahida badan iyo aamuska badanba waxay keenaan in xuruuftaadu isbedesho afkaada sinjidiisu riixdu isbedesho kaasa marka khulufka la yidhaahdaa la khulufu fami saaimi ruuxa sooman afkiisa afka luunkiisa ama urkiisu ayaa adyabu ka udgoon cinda allahi ilaahay agtii min riixi lmiski cadarka carabtiisii udgoonkiisa shayga aadamahu dhibsanayaa een xuruufta wanaagsanayn in carfaynin ama la kohosanayo fi dunyaa ilaahay agtiisa wuxuu ka udgoonya wax shay walbo udgoon oo miski ah adyabu cinda allah min riixi lmiski idan soonku ilaahay sidaas uu qadar u qiimeeyey maxaa yeelay dhibkaani wuxuu kuu gaadhay weeye iyo rafaadkan iyo afkan bedelan iyo sijidhan aan carfaynin udgoonan waxaa keena wey cibaado raadkeed wey soom la yidhaahdo ilaahayna uu jecel yahay idan aharkaasi iyo raadkaasi baa la udginayaa maadaama asal fiican uu ka soo jeedo waa tii shuhadadoo kale nabigu uuhi calayhi salaatu wasalaam allownu lownu dami wariixu riixu miskin ruuxa muslimkae shahiiday baa lasoo saaray aakharo isagoo dhiigu ka butaacayo midabku waa midab dhiigeed iyo muuqaalku laakiin dhiigga carafti iyo urkii maleha waa carfahayaa lisaaimi farxataani yafraxuhumaa ruuxa sooman laba goor buu farxaa idaa aftara farixa bifitrihi ruuxa muslimka markuu afuro afurka la gaaray la aadaamo farixa wuxuu ku farxaa bifitrihi afurkiisa inuu maalin dhan soon kusoo dhammeeyey ilaahay u dhowaaday maalinkaa u shaqaystay haddana baahida adduuna dhibaysa uu ka baxaayo ku farxaaya wa idaa laqiya rabbahu markuu rabbiga la kulmo aakhira tagaana farixa wuxuu ku farxi doonaa bisawmihi ay bithawaabi sawmihi soomkiisii thawaabkii iyo ajirkii looga qoray buu ku farxi doonaa idan xadiidku wuxuu kuu tilmaamay ruuxa muslimka in laga farxiyo waa shay diineed oo wanaagsan wey saxaaba nabi allow khayraadka maxaa u fadli badan suruurun tudkhilu calaa qalbi muslimin ruux muslimad ka farxiso ood kurba ka faydo oo qalbigiisa aada xoogow jac ka siiso ayaa ugu khayr badan xadiidba waxay tilmaamaysaa jannadu albaab waxay leedahay khaas uusan ka gelin albaabka dadkii dadka ka farxin jiray ma mooye muslimiintu muslimiinta ka farxin jiray bas ka gelaya qulyaanahas daba dhigi jiree khayrka daraa ee muslimiinta farxooda iyo bardoodankooda midnaba iyo baytankooda shuqul baan ku lahayn eeba ka xanuunsan jiray iyagoo haddayba janno tagaan meelo kale laga gelinaya inay janno u dhawaadaan oo ibaadata kuwa noocaas متفق عليه وهذا لفظ رواية البخاري حديثكم مسلم بخاري ويسوس لكن رواية شيخنا رواية بخاري لفظ يسوي بخاري لفظ يسوي وفي رواية له رواية بخاري له حكتمت يترك إلى يقول يا صوم كان اسكله انا اظن كي كابا المرين عمل رب الله امه كابا المرين خير كي وانا اكسن اعماشنا لله وهي هذيس الى الله اين وخالصا ما ما صحيص وغوني با لو مد يا لو مغعاب وا مدان غوني ايو صوم كولهي tiibaa la celiyey waxaa yatruku wuxuu ka tagay ruuxa muslimka tacaamahu baadkiisi buu ka tagay wa sharaabahu cabitaankiisi buu ka tagay wa shahwatahu iyo damaacigiisi iyo dareenkiisi xagga dumarka min ajli aniga dartiiba uga tagay ninka ruuxa noocaasa ilaa la maamuso la karaamiyo mudan yahay asiyaamu li soomku anuu ii ahaadaa wa ana ajzii bihi culamaa waxay sheegeen macno wanaagsanoo keenaya asiyaamu li rabbi inuu yidhaahdo keenaya macnahaasi xikmada waxay tahay waxay yidhahdeen culimmada qaarkood cibaadaadkan aynu lana nimaadno mid walba mushrikiinta carbeed iyo kuwii ku horreeyey siryaaniintii reer banu israa'iil iyo ummadii ka soo horreeyey caad iyo thamuud aqwaamtii iyo camaaliqadii mushrik kasto adduunka soo mara acmaashan la timaadaan mid ka mida ama lamida ayay asnaamtooda ku caabudi jireen gowraca xajka salaada foorarka sujuudda rukuucda asnaam baa loola imin jiray laakiin fi taariikh ma dhicin baa la yidhi soom in asnaam lagu caabudo soomka cibaado ilaahay uu khaasay noqotay min allaahi bay ka noqotay mushrikiinta dhan ba ilaahay waa gara mariyey asnaamta waa loo sujuudi jiray waa loo rukuuci jiray waxaa salaad moodaan loo samayn jiray waa lagu dhawaafi jiray waxbaa loo gowrici jiray xoolaha loo bixiyaa sadaqa iyo xoolo loo bixin jiray arkaanta shanta asoom keligii baan ilaahay waxaan loo bixinin ilaahay keligii baa loo soomaa mushrikiin ilaahay waaba ka lixiyey ama indhala lagaga akhriyey ilaahay saas uu leeyay asiyaamu lii jaahiliyata wa islaamanba waa marka waa cibaado khaasa midda kale
روح مسلم كان بني آدم كسومية هل لو أركي إسوس كوا كويرية صلاةها كصلاةي صدقاتي زكاتي هؤلاء حجك عمرتي سوالا دو حاوة تنين عمرتي حجك نفتك وكيري وصانة كشنقر عمري زني وحج عن كباقين أمضنا كو أخير درنا خبضة بشخصني حق الناس أن أقونين ضلنك حد قذبك دين لأنت وحو البوح هنا يقول قلتك وحكو عمر بضاني كحج بضاني مجر صومك انت بضان روح ابن آدم كان الله إيمانا يصدقي إخلاص بأولي مادة ريها كير هل لغو أركو وكير طاي هل لغا شيوك هل لغو مغلا وكير طاي ننك الرياء إيو أصوما إيو هل لغا شيوك ما بحجين كربا مو لغا دقاقو يهوست بيها كباني كوب كشاو كورو فافكون واترترن هيا حروتي واقصون كل وقص بسوكو غير نيزا حبدا عن تيرا صور انتيا اللغة لغلو يا دون وان صومنا أفرك أصوحات أصوات ديار قروبي أفرك حسابة بضم ماشي كالسعودي وعير يفعالي حرنوة وعير لغا كوري إذن صومكو أصوكو إخلاص إيه صدقي بو انت بدن كل سنة هولي النفاق يريه اسمه قلان صومكو مشركين هران بيله باك عاجيي أصيام لي وأنا أجزي به أنا أضوك كوأب المرنة يه ملائقي هولها قرع رن ماي أنا قرع أجر كيسة أنا هوشا أحل سارن با ملائقة ولا قور جحيل كاس والحسنة هل كونا يروح لي ما دنا بعشر أمثالها إلا صيام روايدي ويزوز عطا أعماش أنت ذكري طمن قرب الله با إلى تضاب قول إلى كبلا كمانكم لكن صومك أصو لما بقرنا أنت لله بي مخلوقات كان لما أقيسينين بالله أقونتها وفي رواية لمسلم كل عمل ابن آدم يضاعف عمل والبو خير اللي وجه ده هذا عمل والبو خير آدم اللي يماد يضاعف والله اللي بجبارة والله الله با قاب كي الله الحسنة بعشر أمثالها هل كوناك طبعا الله كيت بالله إلى سبعمائة ضعف إلى تضوب قول الله والله باللوع العليا قال الله تبارك وتعالى يحيي إلا الصوم صوم كمويين فإنه لي أنو إيه هذا ومشركون أصنام ربا كعاكتي وأنا أجزي به أدونك اللي يمد أنا كأبا المرين كأبا المرين خير ثواب يدعو حكتك أدونك الصوم يا شهوة ودرين كيسي يو طعام وراشين كيسي من الأجل بأوقتك للصائم فرحتان فرحة عند فطره فرحة وفرحة وحاوة يمركو أفريه وفرحة عند لقاء ربه أحد والبوص صوما ما كان لأفره وفرحاية أكتي ما يكون فرحاية عمل كاوان أكسن ولا يمت إلهي ولما يستروا يكون فرحاية لهم كي يؤون كي هاي الرفات كي هاي إنه كبا حينا ويكون فرحاية حيوان بضم بإسارا وفرحتنا عند اللقاء ربي منا ومركو ربي إلا كل ما يدجتواك بضاني أجرك بضانو بحيلو ولا خلوف فيه ولا خلوف فيه أفك فيه أي فمه بالوجه ده أفكي سلون كي سبدل أما سنجيد أفكي بدل أما أضيب كودكن عند الله إلا أكتين من ريح المسك عضر كأذو كيسا وعنه إذن صون سدا سوقيهم بحق أجر كيسي وبيان فضه بي هذا حديث كان وكب الله بي أما أركان إنه رغم أركان الإسلام أحاديث ورئي كتب كتاب الزكاة باب الزكاة يا صعد يسي وعنه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحول سبنه من أنفق الروح بحشة زوجين اللماني من أنفق الروح بحية صدقائستا زوجين اللبان لبشي اسكن مدعة زوجينكو واللبان رتبات بحسي لبد ديبات بحسي لبد قاربات بحسي لبد قوري لبد دل لبد مرو اسكن مدعة شيء لمانا هنتي اسكن مدعة رواية أبي ذر بعد حديث أبي ذر بعد نبي محمد وما الزوجاني وصحابي قيلي قال فرسان أو عبدان أو بعيران من إبله لبا فرس لبا أدون لبا نيف وقيلة لماني لبا قربات بحسي لبا نيف أريا لبا قيلة فردو لو يعني والله هل حب ما ذكرين لبا من أنفق الروح بحية زوجين لما رب بحية في سبيل الله إلى جدك كب بحية جهاد كب بحية أما إلهي درت أبحي في سبيل الله يطلقه جهاد كي قتال كان لو جهدا إن قرائن كلا أي تستبع مويت ننكس إلهي درتي لبن نيف أبحي هنتي لبا أبحيو اسكمدا نودي وحلو قد واقع مالك قيامه من أبواب الجنة
جنة البابه دو دنبا من أبواب الجنة. يا عبد الله هذا خير بالورنيا مركو ساو ديبا البابها جنة لغا دواقايا دوقا سو ما مقلاها دي لكن ملائك باك دواقيس. يا عبد الله أدونك إله يو هذا خير بالورنيا هذا خير وحط ما يسوى وناك هل نفل الله بحيه ودقم باي آيدي لما ننا سودرته وهذه هذا قيام برامبي هل قرون الله بحيه ولا يقاني لابو لابو دول دول دم بيرار دم. فمن كان من أهل الصلاة ننك أهل الصلاة يعني صلاة ورمب نصومر أدون والبا أعماش خيرك أولي ما دمشو أبطنا أي الله كرامينيه تذكر الصلاة دكوا عام بحي ميلها كلام جابس كوا باب الصلاة بكذا يوم. فمن كان من أهل الصلاة نجي الصلاة كقائم نقطة الصلاة أبطنا خير كيسو دعيا من باب الصلاة الباب كجنة الصلاة يكون قرآن طيب كذا هي. ومن كان من أهل الجهاد نجي أعماش كلكوا ير أنكوا عام بحي لكن هل جن يقال إن سكر دعش الدين كله الله يليه دولن كلا سكر دفاعي دولن لماذا كوا عام بحينا دعيا من باب الجهاد الباب كجهاد كان لغة يريه. ومن كان من أهل الصيام صن صناء يفرض إنك قعان بحينا دعيا من باب الرياء الباب كعقرانتا رياء باب الجهاد بالله سوشيك باب الصلاة بالله سويدي باب الصدقة كان محل باب الرياء لما دين دعيا من باب الصيام لما دين أفرسو وحكم اللطيفة معايا لي باب الصيام والله يريد دين ليدا هذا صيام كأدونكم حوها صومك أدون أدون حوا قاتي الرفاء هذا الله وده كرام على جاي يري الباب كي قاتي هذا يؤون كي الله إن كي الرفاء آخر الله جوعي جنة الله جوعي ولا بدلي مع الله يري دعيا من باب الرياض الباب كي عكنانتا يدركتا يدنانتا يدعشقا أما دعشنا وحتى يالسكي يرايا يعني وحالك اللي حين يا باهدي أدونك يا برواق صورا كي جنة لك اللي حين معناك لو معناها سميشو كتشرة. ومن كان من أهل الصدقة إنك صدقة يوح بحين تكو عن بحينا دعيا من باب الصدقة الباب كصدقة اللغيرية إنك أنت وكو عن بحينا لما هي لو واسك النادرة أنت بوا اللغيري. قال أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه بأبي أنت وأمي يا رسول الله أبها يهويذ بأ الله كفرت النبي الله ما على من دعي من تلك الأبواب من ضرورة فقه يزيك متى دون مضوا كأقوم بنا وأنا كإيما وينا سيدنا أبو بكر الصديق وحول النبي الله ما على من دعي ننك الله غير دشي سماءهاني من تلك الأبواب الباب ذا باب الجهاد باب الصدقة الباب ذا ننك الله غير ما بأهاني دشي سماء من ضرورة أي من ضرر واحد ما بهايستي فهل يدعى من لو غير يا احد من تلك الابواب كلها حنا بقى لو اظنك الباب كصدقه لو غيره اما الباب كجهاد لو غيره اما كير صونك لو غيره واحد ما هيستي لكن اظن انت لو غيري او مغعيس لا نادين الباب كان لا نادين وكان هل مر لا ودا نادين نادين مجرى فقال سبحانه نعم واجرا وأرجو أن تكون منهم لو حولوا واجر وحان الرجين يا إن الأذيق أبو بكر كمن نقطه وفعلا ويت هذا نبي رجاء المعصوم ها وكالمحقق عند العلماء كالمحقق النبي وأفقوا بات سنة يا ألا كوكا أوي أبو بكر بكوكا صوم بكو عام بحي صدقوا كو عام بحي بل مدنين وحلا بحين آه متشرو وابي أبي نو أنا ديك الشكين يا جبنا مديس وحنا بيقو أطر الدين كو أطر يقول يجينو سجين أنا لقمة خلاص وقابل شجعنا إيه ولي هذا في التاريخ بل النبي وقابل كل هاي بمل بلا تجنا وقعنتي قلت النبي ولي هاي أو بكر لقولي هاي وفعلا ولقولي هاي ما كذا دوع بانسنا الدين إيمان اقتضى قيمة كليين لكن ما كان حنرد عدون يشلمون كل بدايين مصيبوي مالك عيدا كي جيش العشرة منبوي هلا هلا كنا والبحيري كراكير حولي صدام بوكياني
xarkii buu soo macal mareegihii maqashuu keenay, digsiyadii iyo ballayryadii buu soo ururiyey, qaadooyinkii iyo fudhaaladii buu keenay. Xaliyaad uga soo tagta caruurtii ilaahay baan uga soo tagay buu yidhi. Allee abuurtay baa irsaaq ahayna bay allo. Cumar wuxuu yidhi maalinkaas waa maalin aan sugahay buu yidhi, waxaan rabinaa Abubakar maalin aan ka reeyo. Nabigu wuxuu noogu yeedhay inaan wax bixinno anuu xoog gacanta ku haya, Abubakarna ay ka yar xoog ka jaban tahay. Maanta bejaaniskii aad heshay, maanta Abubakar ka badi baan islaamay buu yidhi. Xoolihii waxaan haya baan qaybiyey nus iyo nus, baan laba isleeg baan ka dhigay, qayb baan reebtay, qaybta kalean soo kaxeeyey. Abubakar iga soo warman waxaan imid buu macal digsihii wadaba. Maalinkaasaan sabray baanu bas. Abubakar dambe inaan la tartamo maalinkaasaan isdhiibay. Yacni hawshu waa nabigu wuxuu yidhi ummadoo dhan haddii la miisaamay iimaanu Abubakar, iimaanka Abubakar baa ka xoog batay kulligood. Aashu halkan wey Abubakar nin war badan ma ahayn, laakiin nin fal wax ku muujiyo ahaa, fal nin wax ku muujiyo ahaa, yaqiin baalkaa degtay. Nabigu wuxuu yidhi adaa rajayn inaad ka mid tahay. Xadiidka waxaa laga qaadanaya ruuxa muslimkii iimaankiisa ku kalsoon tahay mararka qaarkood wejigiisa inaad ku ammaani karto soo ka hortaagan. Marka la diiday in ruuxa hortiisa aad ku ammaanto waa ruuxa laga baqaayo, inuu yidhaahdo haa waa runtahay, midaasna waad ilowday. Haddii gor baad ka sheegay nin la yidhi wuxuu ahaa hebelka doktor buu ahaa, intaas soo qabtay kan uu soo qabtay, ninkii uu warka sheegay wuxuu yidhi waxaad ilowday inay islaanta inuu doktora tahay. Soomaalidu way nacbaan jirtay waaga hore, dhaqan ahaan ka Soomaali maynaan jeclayn in lagu ammaano ruuxa. Hortii la ammaano wuu xishoon jirayba, tu afka qabsuu dhaqaaqi jiray. Hadda marka intaad soo qaxdeen Yurub galbeed gashee, Soomaalidu Yurub galbeed tagay, ammaanta kaaba sugi maayaan ayagaa is ammaani. Sagaaba kuu sheegi waxaad wuxuu yahay hal xaraf ka tegi maayo, uuna ku faantimi weliba xataa ma khajilahayo. Ninka la ammaana wuu khajiri jiray, ka ag fadhiyana wuu khajiri jiray, waaga horeed qumanaydee ruuxa iska daaya war kala sheeg waa la dhibsan jiray, ma jirto hadda. Ninkaas ammaana maamaaba kale yihiin, ninkaas ammaana maxay dhahay nin isbaanaye riis nuugtay baa dhaanta, mayna ogolayn. Dhaqanka dhan waa ku tumatay ummadaha dhex tagteen oo dhan, waddan walboo tagto dhaqankiisu iyo waxba ka soo qaadani. Afkaad barato dhaqankiisi baa la socda. Shahaadu waxaan nin maxaad sawaxay ugu baran weyday, waxaan ka baqay in nifaaq qalbiga ay galo iyo gaalnimo iyo kristinimo ay qalbiga ay gasho. Shahaadu raxmatullahi taala alayh maxaa jiraanay sawaxilu wuxuu yidhi waa luqaf ay kristan u badan yihiin muslim baa ku hadlayne, dhaqankeeday wadataa waxbaa ku soo geli buuri qasab. Af Soomaaliga saxda ay Soomaali ku hadlayeen in la ilaaliyo waa min addiin, maxaa ku jira dhaqan diineed buu xambaarsan yahay. Ummad walba luqadadu waxay xambaarsan tahay diinteedii iyo xumaanteedii iyo wanaageedii baa la socda. Maamaha Soomaalida waxay ku dhimay maamaha Ingiriis, mid Soomaali baa leedahay qoliyo wareysay baan la yaabay, wuxuu yidhi maamaha Chinese waxay tahay war Ingiriis iyo Talyaani baa nafta loo galay waaga hore. Chinese da gormad aaday maamaha Turkiya raado baa leedahay baryaanan maqlahay Turk meesha tagtaa maamaha baa ka keenaysa iyo balaayo. Diinkiinna iyo afkiinna raalli ku ahaada, wax idiin dhaameeli maysaan. Ka luqahaad u barta laakiin iska ilaaliya. Nicmo walba waxay dhan Soomaali nuqsaantaydi way ogyihiin. Shaikh Islaam Ibn Taymiyyah ka hadlay kitaab Iqdaa Siraat Almustaqiim aafada ay luqaadka leeyihiin. Luqaadku dhibaatada ummadda u geystaan barashadoodu ajnabiga ah kitaabkaas ku faahfaahiyey. Ka tegidda laga tago luqada carabeedna dhibkay keentuu ka hadlay. Saad mooyeysan hawshu ma ah waagii alla idin xorri baan qaadanna. Haddii la odhan lahaa luqadda rasmiga ah ee Soomaaliya waa afka carabiga ah, midda ku soo xigteen malageed galayna waa af Soomaaliga la odhan lahaa. Jiilka hadda jooga dhaaf carabiga ku hadli lahaa, sida Suudaaniinta iyo Eritriyaanka dhammaantiin. Hadda Qur-aanka iyo carabiyadu iyo wax idinku istaagaraha ma jireen, afrikaanimada waa ka dhammaan lahayd, niman carbeed oo madmadow baad noqon lahaydeen.
لكن لما لسو دياري او طليان انجليز كسو كاتشين بالي مامل قيدين قبطي القاس بيدين الاوليه افكا صومالي قال لدن كب اللابي تضباطن كي شنت مكل لقاريبا بابا جيدة تيمبا لو كلتك دب ان لو عليا معالي يسال لها بني ولو وبرستاي وانا دب النقطان هل كي كسو دونتين وان دب لو النقطة سو حي يقول صحمو فحاكل وجود حديثك وحاكل حديثك جرى روح حتكون كلسونت هذا الله افتركاده واحد كلسونت الله افتركاده انه سن اف بين اكو كلسونت ان اماني كرت وحاكل وجود جرى فضله وددك دهر ان لو شيغي كرو وارجو ان تكون منهم قيم وددك دهر يعني وحاكل وجود جرى منقبه خاصه لابي بكر درجة نمو نبغو أشيغ اللهم هايو ونبو بكر كأهي درجة يدا حديث كان حق ظاهر وحكوه رمانا حديثها طومرتين وآها ننك ويساقات وسبعن ويساقات كدبنا أشهد أن لا إله إلا الله توحيد إلى آخر إلا هذا وحلوغي يريا من أبواب الجنة الثمانية وطومرتين سديد الباب الجنة اللوغي يريا حديث كان وحولي هاي نمو الباء عمل كي وكو عام بحيبا اللوغي يريا الباب كيس سيال الله جمعنا يا أبو بكر يا وليس وحال الله جمعنا يسكور من مهياني ننكا ويسيدا سفري عن أتوسي يا بصر كيدي معان هيدي مري يا ويسيدا كو عام بحي الباب جنور دنبا اللوغي لكن منك قلها يا باب الوضوء فقط ولا غاية الباب هذا لكن هل الباب مبادك قليس أبو بكر يرقى لميت كأنا حيحرويهين سديد ما ينهي كقلان سديد أبو ألقى يرين سديد أنه كقلي كران أنه وشنات أول الصعونا أي الباب بدو كالقيمة بنان كران ما وقتها هذا بس ما يدار الدنيا ده أنا بودك اللي بدو تقعي تتبع الباب قوني أكقلي اسكت ديارنا وصعوت الله صعاد الباب قوني ألقى قلين فرد قوني حرمة قوني هل ديارنا وضع راعيسة ما له حرمين نكمل سلام حرمين أذورا ميت ملقي قلي أعريرة أصورة هي أو كليلة أو عدو البيك قلي زوفة اللي يقشره أو كمها اللي قاقوي ياتك قلي ديارة وديارة دي. الباب يا كلا قيمة بدا كلام ما موس لا اسمه ميل بانوس عني وعن سهل بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه صلى الله عليه وسلم قال نبحنا في الجنة بابا يقال له الريان إن في الجنة جنة حاكويا بابا الباب يقال له لغم عربه الريان كي دافت أمر إركت الليلة هذا ما عكرانت الليلة يدخل منه حباب الباب كقال الصائمون كوي سومج رسون كو عام بحيوه يوم القيامة ملك آخر لا يدخل كقال ما يوم منهم من الباب أحد آدمي غيرهم أيها أنك أهي يقال وحالورنا يا الباب كما كلا تاغي اين الصائمون هو الصوم كبضنا اول فيقومون واستاغي لا يدخل قلم هاي منهم من الباب احد احد غيرهم ايغا ان كاهي فاذا دخلوا مركي قلان ويكون دمادان وكؤدم بي وصوغلو اغلق الباب كا ولا قتار هيا ولا قتاري اغلاق وحي هوس لغا خيرو هندراب هوس لغا غليا لا يدار كور وحي لغا خينو قفل با لا يدار وي كلا دوين hoosta iyo laga jiro guru qof dhihi maysid maadi guriga qatar baad dhihi guriga qatar kormaka joodan guriga maxad dhihi qoful qoful baad dhihi ama xid iyo wixii la halmaa laakiin hadda waxa soo baxdo gudaha ku jira guriga mar la qofulay markaas aan dhahayna af Soomaali u baahan yahay abwaan ka raba mid ka asaga inaad keento handaraab intii la galay ya hadana asay dhagta la geeyay qufl baa lagu dhajiyay bari ay la keenay la joogay hoos ku qufl miyaan lahayna idiga yidii taalla inta waa isla faane falam yadkhul min ahad adam kaso gali ma yakala muttafaqun alayh idan wa fadliga iyo qiimaha uu leeyahay sonk
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عبد أظن مجر يصوم صومي يوما مال في سبيل الله جد كصومي ومجاهد دغالمي دينك دفاعي إله أهل لنا يدينك حقنا صوم صوما صوم إلا أظن كهدو جرو شكدر سيدي هل قن يصوم بعد الله إلهي بافقية بذلك اليوم مالك أسقى أوصم الدرتي وجه وجهي سوحك فوقي عين النار 70 خليفا تضوات سنة نار تلقى فوقي ان اد قش اسكبه داي سغد كده لو مرن ما يوي 70 خليفا علماء وحي ليهن وكناية عن الابعاد عدد قؤون مقدر ما هي اظن كاس النار ولقى فوقي وانا وانا قناي اظن عدد جيد مقدر وحد هبلو بقول شرد ادو خليس وركا كدغيسن ماي ما معنى بقول هذا سوق قادو وحي قدم بيوان كده جيسن ما وحد وجيدا هاس كل لقوين هدالين وي مرة بكون مقل ما هي مركة تضواتن كقدر عدد مع عدد مقصودا ما هي وهذا هالقبس لو جيسن نينك نار ما أركو ما قالو ما أقمرو بارلقا وضا 70 خريفا تضباطا ضيوت خريف كاس الكيسو عند العرب ديرتا وعندك ديرتا وتقانن بالليدا متفقون عليه لكن هذا تضباطا سنة لقى وضع إلا سنة كي هل ديرون باقشة متفقون عليه يعني إن قدر تتعامل قيمة بدون الجهادة يصون فضيقا سوليه وعن ورد رضي الله تعالى عنه عن صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان رمضان روح الصوم إيماء على الرومين درتي يا واحد سام أجر دون الدرتي محالس قدر إيمان احتسابا أتقر من الصومر فادعي كرا اذور رمضان كامن سن او رميسن وجوب كيسيه فد كيسيه خير كيسه امن سن هذانا مال المعلومه كاميرات اسونتو هلو اركو هلغا شيغو احتسام مرك اخلاص كبي يو تاغنت ايمان تصديق بي تاغنت من صام رمضان روح الصوم ايمان على الرومين والرميسن يعني ربي واجب كغا دغو او ساري يا واحد سابن أجر دوريد أصوم درك دنك الآن كلا هاي الله قاش يجي الله قاركي إن أصوم كوف في عن تاي إن أنجاجد كوكين هل لوجات كاما احتسابا أجر دوريد بيكات تاي يا الله الرومين مغفر الله ما تقدم من ذنبي وحلو دافع ذنبي يسوي حرية ولو جد نبتة صغائر تاء كبائر تطوي وبان تمدح بنان متفق عليه وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا جاء رمضان مركو يماده جماعة من السلف يقولون إن رمضان لا يراده وكراهه وإن إذا شهر رمضان لا يراده محايا رأيه إن قرآن رمضان كري لقومة شيئين بالبال الرعي رمضان نكي شيئين وإن يراده شهر رمضان القاسي يراده لكن الرأي يعني لو حق بدن يهايو إن بشل الرعينا ويبنانتا إن كري لما تحول الشيئين وحكو شبان متشيرو وهك حديث إذا جاء رمضان هذو يما دو قالوا فتحت أبواب الجنة جنة الباب إذا الله فرفراء سودوين بشل سودوين جنة دي با سودوين بشي با لو دبال دقية سي إله يقانو ملايك تقانو لو دبال دقية يعني وبالوين وي فتحت أبواب الجنة جنة الباب إذا الله فرية وإذا دو حتى أولي معيدين وحاوي أسباب تجنة الوقل يبا الله فرية يعني مرك رمضان لقاره ودوينك يا أسبابتي إيو أشياء الروح المسلم كي وناكسن جنة وكوغي لها إلهنا أقول دوان لها نارنا وكغفغان لها بنان قتالو وقل لغد وحال قتارا أبواب النار نارت الببذن والله حد حريا وصف في دد وحال قتينا ذين الله شابين لقلت منا يا باشي قتينا ذا ليجتين هذا النبيين قدر عميا وصف دو حال بين جين هيا هوي الشيادين شيادين تبع الله حرحرة يا يقولنا لو جت بين هيا رواية حد يقول وصف في دت مردة الشيادين شيادين تا أبان دولياش قبل ياشا عيالك عرض ولا سكسي دين نمانك لا ذر رضاء نمانك ونمانك لا تشابين ويا الله بين كذني متفق عليه رواية مرك حاكم يعني حديثكم وحاكل سعوتي حار وينادي مناد يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر ولله عتقاء من النار وذلك كل ليلة وعلى سعود انت مركي والنبي يري وحسبنا قدري وحار رواقي مال والبور رمضان أما بشر رمضان كيش رواقي أدون إلهي بعد رواقي وملك حنورنا
روح خير دون هيو كفايدس بشر والخير دون وبشن كفايدس وجانس أنك سمرينين إلى كويو تنبلت كتب أما الله غي أنا مرضى من قصوم الرعود أجيش هذا بعيق شو روحي حمائي الشر كشقين ورصور ريب تقاب الصدى أقصر عن الشر وربشا بالإله العاصي ما إيه وبالبركيسين وسكولها را وحنا إلهي أرنا يوي إلهي عتقاء من النار وذلك كل لي إلهي نهبين والباء وبشر رمضان الدومي سقيب نار تكحرية مركب بالنوع عصفة بلنوي إلهي النار تسانا كحرية سقاول متفق عليه. وعنه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه سابي سعيد بوها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحول الصحابي النبي وحول صوموا لرؤيتي صوموا لرؤيته كصوم أركتديس رمضان ما كان أركتان كصوم بشيس وأفطروا كأفر لرؤيتي أركتديس بشا هلال كان لوجه ذا صوموا لرؤية رؤيتي هلال رمضان وي وأفطروا لرؤيتي لرؤيتي هلالي شواء هلالي عفوا شوال إذن بش شوال أركتدنا كو أفرة بش رمضان أركتدنا كو الصوم فإن غابية هدود ده الصوم فإن غابية يعخافية إلا معنى طاع سيد هذا أنا إيدي قد غبية نوال أخرية فإن غابية عليكم بشي هذا إذن كلي بده إلا بالواسكي يرتاي فإن غابية عليكم هذا بشي إذن قر صونته ولكن ويدان وإشي قبان ويدو فأكملوا رمايستر عدة شعبان 30 صدن كل رمايستر شعبان صدن كذا بوعشة ما نكذب بسنة ورمضان يتصوموا متفق على وهذا لفظ البخاري وفي رواية للمسلم فإن غم هدي الله الدهار ضروري وحون سكو قريان أما فإن غم هدي الله قريب أركي ويدان عليكم تشن برمضان أركي ويدان فصوموا 30 بشي الشوال عفوا بشي الشوال أركي ويدان فصوموا 30 صدن بوعشة أبا سيدابا رمادي بلوي بلو أركتكو صوما أركتنا كو أفرار رماد كيس هدي بلوي أركتي أركي ويدان وبشي رمضان بلا شيء ذي إذنكو كو بيغي أركي ويدان شعبا صدوك ذي بوحشا صدوك شعبا كي بوحسن تو إحكا دم يواصون حق رمادك هدي مالك اللواتني سقال الله في رسان شوال مرة الله تمسماي أركي ويدان هم بوحشة صدن كذا رمضان ما أنا كذب بسنة عيدا سيدا سوي هذا تفاصيل في رمضان بافقيات كتير هذا أنت خلاصة أياك عافرا أركتي ذا نبي إجماع المسلمين ومسلمين تقيك من أركتي ذا بالله شيء ذا إن كل يوم أركان شرط ما في نيروبي وين يوم أركان شرط ما قيب إننا جنب هذا أركان أورك ذا الله قبته كفلا وحمرن كتيره وبلادك لفك المطالع ذلك الدوان تاي ويم ويني تذكر إسكو بلد سوغا هل مدوا يا كميدا أم الله كميدا كفلا باب الجود وفعل المعروف والإكثار من الخير في شهر رمضان والزيادة من ذلك في العشر الأواخر منه وعباب يا باب الجود ديغض أي عباب يا الجود عند العرب وإعطاء ما ينبغي لما ينبغي جود كاوي نقح ولا إسكبه إسكبه يا جواد معها الجود وإعطاء ما ينبغي لما ينبغي وإن الوحى بوم بحيصو ونمو إن بحين كارو عد مضنين آثيصو أذاب بحين أيه وحى نمو إن بحيه وسقاضو عد مضنين باهاني بكتئي وقرابي حكتي عقالة إيس إعطاء ما ينبغي لمن ينبغي هذا هو الجود باب الجود الدغرب وبابي هاي يقوب النمدي وفعل المعروف يسمى إلا السمعيه يول إكثار إن لبط سمع الخير وناقي يسمعها بشهر رمضان لبضيه في شهر رمضان يوزيات من ذلك إلا سيكر ليدغضة يوناقي سمعين تيسا يخير بطسكو في العشر الأواخر منه طبان كدام رمضان كمده بشهر رمضان سيكود وحوال بو وناقي بضي سيكارا هارد طبان كدام بي هلوغلايا بوي وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال وحول الصحابي قاس كان رسول الله رسول كلاه وحول رقناه وربي وابوري أجود الناس ضدك منك أضيق بلن أقب السن وكان أجود ما يكون وحول أسي ضيق بدناوي قال اسكت لي وحاكم مشغول معنا لو جدوا معي وكان أجود ما يكون وحول أسي ضيق بدنا في رمضان بشهر رمضان قوله هذا
حين يلقاه جبريل مكو جبريل كلمه نبي سيسي وديق سبوها قبوها وديق بدنا وحسو أسي ديق بدنا بش رمضان قده هذا مركو الله كلمه جبريل محايا لأدادك الصلاحة وناكس خيرك اللي حسو ستا وناك قال قد ذا لا يقع خير وكفرها هي وكان جبريل جبريل حوى عليه الصلاة والسلام يلقاه النبي كي الله كلمه في كل ليلة هبين كستوم من رمضان كمده هبين والبر رمضان لكل مجال لكل مجال بلها قاركود إنه صبيل بالنبي إمامنا الغيابة أما هالمر أيماد لكن رمضان أسوق هدير الله قالوا جبريل هبين والبوا حاضر بالبركة يسنا هذا بيشو بلسال الماء فيدارسوا حول مراجعين جري القرآن قرآن كن نبي قال مراجعين جري قرآن كله سبعين جري سبعين ميام وكوكرا ولا سكوها ياهي قرآن كي النبي ولد لدراسين جري النبي قد الله خير ومعلن كيزي دريرنا يا نبي آخرنا يجبر وكذا كيزونا يا مجلد بس نقيب قال النبي هو سبعين يا وحال روايين القرآن كازي أوسن حرف أن ملك بحن وحول السحاب فلا رسول الله رسول كإله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل ملك جبريل له كل مر أجود بالخير خيرك وقدك دقبنا أجود هنا وأسرع بك دقانتاي وكدك دقبنا بالخير خيرك يا دغدا يا وناقة من الريح المرسلة من الريح المطلقة طبعاً اللي سيد داي أضو ليس نبي وقد ديرين هي وخيرك طبعاً سعطة سيؤرد سيكب درم النبي وخيرك وقدك دقا هيوي مش رمضان مقول لكم متفق على رواية أحمد بن عدي سيو لا يسأل شيئا إلا أعطاه لا يسأل شيئا إلا أعطاه نبي بشر رمضان يا طبعاً كذا ضم به هدي وحلا ودي ودي بشر وحدنا هذا ومر كان نبي قعوده غني هدو وحدي واسينه فقير وودي بيا دق يقبل نما وحلا بحي يكون ما تاسيد طبعا وحلا بحشو حاجة نيا لقد بتتجم بيكون ما تا قبل صور ردل يدي بد عربي عجم آخر تاريخ قبل نما وحكون ما تا وحقورت أن قنون عكد بينين قنون أنا وحقور له هذا هذا وكتب قنون على مصيبة موت وحبيحين قنون على عام بيكون ما تباش ديقسو أنت بدو قيسي صفات إسلازمة جرى غالبا مر بيك الهران بخيل قيسي الأرك ولا غيابة ما صبطنا نك بخيل كغالبا وفلي هات كرورة بقر ديري فضليوي أنت بدو ديقسو أنت بدو قيسي ديق سفولة إلا أركنا وعد عدا أبا اللو سوى جوغي وعن عائشة رضي الله تعالى عنها غالبا لا كواسدة ابن قيم باءات قضية ضوغاها كتاب الروح إيو مفتاح دار السعادة كففاية شواهد مخراتي الفربان أوكين صدي وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قال وحيت وجد إن كان رسول الله رسولك لو حوى إذا دخل العشر طبعا كدن بهضي قشو الرمضان أحيا الليل هبين كنو لينجري بالعبادة خير يسوجد بكون ولا انجري وايقظ اهله خير كيسو توسن جري عرورته يا خير كي قرابته وخي لا جوغ نبي كعه او الهي عابده او توكد ودون جري وشد المئزر كنت انا واد كيسن جري شد المئزر مع الوف سرايو ان كنايه او يعني الجد والاجتهاد او ورنيسا شددت لهذا الامر مئزري هوش ايضا ورغنت انا وانا قنا هبلو هوش رغنت او استاك هبل مكو جيل صور بنتك النيت اسكاكات دقاي وحن شيرت وحد حيتي شد مئزره وين نقن كرتا وانا معاه لو بدايا اما وحي كون نقن كرتا كنايه اي كفغاشي لا كفغا دمر كي غلمده يسي حبينك اسغا اذا طبعا قدما دي لا غلو نبي سدا سو يري جيري حبين كو نولن جيري غير كو توسن جيري اسغونا اد بو ددالي جيري وي سلف كون سدان باي اهي امام الشافعي وحكى سوغان بشر رمضان هضي قشو مال والبقران كو ختم جري كل يوم وليله وليله في صلاه قران كنا دريزان درقت ما الشافعي في صلاه مال كنا مر بقران كو دما صلاه غدي هي اسوغو تاغن او توكني يو قران ختم هبي كان مر بو ختم جري هو في صلاه صلاه غدي هي مدكي نو دبل اس كم مره ارورتو اوفريستا اصون رعت كنن بو خسكو داينو دمهيا ما انت قران ما دمهيي هل صان موسى قدر الشافعي
صلاه الليل بكو دمانيا مره المر بكو ختمايا هدانا برقن صلاه الضحى بكو ختمايا مركله ويكسغنت شافع او شايدا ابن ابي حاتم ما في مناقب كوري بسرد صحيح ذهب لترجمه كل شيء ما لبن بكتب مخالف للسنه النقط لكن من حيث الظاهر لكن دلال بدن بيسلف كسمين جيرين وعلماء شافعيه كمده وحي ورك حديث كورن لا يفقه القران احد قراه اقل من ثلاث عليه والروح ان تدبر انوي طبعا القران كفهم ان تدبر ان روح كنوي نكا وينو ترتيب سدو كاتسدو وايش استوا دغو وايش وليجيو وايدها دوحوي ترتيبنا صدح له جزئيه افرتو يا شنت مالك وكو رصد لكن انك قران كاسغو دريرين يا حق ان فهم يا دوح يا احكامك استنباطيا شي الشافعي فقال وينو كلي لو قول صدح قران مالك ودمن كرابي هدو ابو فقل هل قاسي وحكلا بحاين ايغو ما حاجه حكيت لك كنت مبالي لا يفقد ان كفانا لا يفقه سيدو قد ما فهمه قرانك ومر ادم انك صدح بريكير كدمهيا هدي له له سوا سيدا غالب كي بدن هدي له دد ايغو مالك ايغو دمي حقنا فهمي احكمنا كلا بحاي سيد الشافعي مساله فقه ومال بار وحوري مساله ده انت انا قرانك اذا قارن بقول جربان كتاب قرانك دمهي بور انا حكمك سباري مسألة واحدة 100 مرة من سورة الفاتحة إلى سورة البقرة أخريج كذب أن قرآن كان كجاري مسألة ده أيضا من القرآن كشدة سقبة كان إذا قبضا نصبا يا كين قرف آيات نكلة فدي بس سكوب الله بوي فرق سبب تقارن شافع عليا مسألة واحدة وفي الطلاق كتاب الطلاق بكل شيء يا وحان أخريج كتاب قلها 100 مرة بقول تشربان لم يختمه كذب أن كل هذا ينام ده سيدا سوى مسألة آياتنا معنا سكار ليس قرآن كحوي أخرج إن العلماء ده إن أحكام كرب حان ويكوها نونان ويحج كدك تاني كين الدرير هدينا ثواب ما قرأناه ويسكور ده هي الدرير دمية هو شو ذم آية باب النهي عن تقدم رمضان بصوم بعد نصف شعبان إلا لمن وصله بما قبله أو وافق عادة له بأن كان عادته صوم الاثنين والخميس فوافقه. عشق يري حباب ريبد الاسكر باب النهي ريبد الاسكر عن تقدم رمضان. رمضان الا قالهر مره ولا قالهر دعه بصوم صوم بعد نصف شعبان. شعبان هذيك البرنتبة. ان الصوم قالهر مرته وترى مال بنسيسومي مالك شويه تمرات بنسيسومي. كدمنا انت دمر الصومته. يا نبي قد يدي بوله إلا دول موين وصلوا لمن وصلوا ونكو كحرير يصونك عفوا شيء تمنك تنبئ شيء تمنك تنبئ يا لديدي إلا لمن دول كي وصلوا كحرير شيء تمنك تنبئ كحرير لمن بما قبل وحي كهري شيء تمنك تنبئ ذات مالك شيء تمنى قيبته ورأى ما أفرت من قصة حدو أيضا مركا عدب ملا أو ما سوافق عادة له أما صونك شيء تمنك وحو كبئك مي هذا كوسة سعد بشي ودور يتمبر بعد كسوم جرت مثلا اسبوع بعد كسوم جرت شعبان اسبوع دنب وصوم كذا كسو هاغي عاد يا دقن كاد لو ما هيست بان كان عادته عادس وحي نقط اي روح مسلم كي هوش اي كوبيغنتي صوم الاثنين والخميس ما لقى اثنين تي خميس تصوم جرت فوافقه شيء تمك دنب شعبان اي وحا كسو هاغ سو غل اثنين تي خميس ادو بيكسنس دبا جوقت مركا لو ما دي دنوي بمعنى علاد محل لو ديدي وا لو سو خلافاي علاد waxay leeyihiin اهل الكتاب كي واغي دنبه صوم كي واجب كو اها سي صوم سنه او راعن جيري هوراي كغي غدال كغي صوم كي بيشا ها واغي دنبه وحو غا 6 معلومات اني او قاطا عادو مركاي بداتو مدنا اي سو جيرتو علماء اي دمادان waxa isku lamo la kala soo ciwaaya oo caamadu kala garan waaya sunnadi iyo waajibki فرض كي سنادي إن صلاة السنة هي صلاة فرض كوالا كلا بحشا صون كفرض كي كسنة والا كلا سعى كلا سعي درت يد النبي ودي ذي شيء تمن قدم به شعبان إن صون كلا لحريريه وهذا سيدا سعرنا إياه اللهم إنا على طيب موي وهذا وحيل علاه ويسكعده وحوي بشهر رمضان وحرم روح مسلم كما كي سود دواته إنه أنصته أسوى النشيط أنت ردقين أفهميزن أفرعون أبلابو
هذا الشيء تنبر الصوص وانت أضو يا الله يا أمة الوحقة جيدة هي يا رمضان أتقلي سأدون حسو قبل فالحسنان تقول ربك أردنا من النشاط كيف فهمدي حقوق النص شوي ونفترشو هذا مركب حقوق النفتر تينات باللوضو يا شرع ربطاه عمل بعملكم مركب النشط أتقول قشونا كف عاية صدرت قرآن كي آخرنا يمركو الدالم علي الناسو نيك سعد تكن هاي إجراوا يمشوا مرايو نبي قصي هذا حقوق سوف فهم يستئور نصا إن هذا بالله وضع رمضان كنا بيقول دوني لبدا معنا بقى الله شيء وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عنه صلى الله عليه وسلم قال نبي حلا يتقدمن أحدكم متكيو سنكهر مرن كلهر من رمضان بش رمضان بصوم يوم أو يومين مال سونكي أمل لبسونكي لواتني زيدة دي لاتني سقالك يعني وحصونا كلهر مرن إلا أن يكون رجل إنه ننشره مويه كان يصوم صومه كان يصوم صومه صوم كذا صوم عدلها باللوج هذا فليصوم ذلك اليوم ما نك أصدق رمضان كهري أما لا ما ذكره إذا صوم صوم جرتي أو بالك استعاد كوي لا بد أقدم بين الكسونت أما صدق لا أقدم بي أما أسبوع أقدم بي أو يسوق بأجمان على اسمه إلا يكون رجل كان يصوم صومه أي كان يصوم عادة له أياما له في آخر كل شهر أمو حلال ماله فليصم ذلك اليوم إذن عاد كوسو سعوتي لقن كوسو علاقو ديد مايو لكن صون كآد بالله يسيد كسؤب بالله وذي رمضان كله هرمر كلية لقن أنكو آهين عادنا أنكو آهين جوج متفق عليه وعن عباس رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصوموا قبل رمضان رمضان هرتيها سومنا وصون كان عاد كو آهين أما ما الماء الله إذا نقصه بيك من أما أن قضاء هين أما أن نذر هين واتقرنيس صوم لرؤيتي أركتك صوم وأفضل لرؤيتي أركتك سنك أفرا فإن حال هذي تيده دونه دون رؤية الهلال بش أركتك إذا هذي كاتيده كاقريسه غياية ضرور ضرور ير فأكملوا 30 يوما صد مع الموت بوحشة صد بوحشة حق الدنبي حق غربة رواه الترمذي قال حديث حسن صحيح الغياية وبالغين المعجمة غين دبع الآخر وبالياء المثنات يا لا ود عود له من تحته المكررة لسوء العلية غياية سمر لا يود بكشره ويا السحابة وضرورته وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بقي نصف من شعبان شعبان مكو نص كهر أما كلبر كهر فلا تصوموا هسومين الصوم كان عادة هين أما النذر كان هين أما قضاء أنا هين رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح وحديث أهل السومن رافيس حديثه ومتقدمين متأخرين بسكو خلافين الإمام الترمذي إنه حديثه صحيح أبو قباه حديثه من حديث علاء بن عبد الرحمن ابن يعقوب الحرقي عن أبيه عن أبي هريرة عن رسول الله مركة صدوك لو حالق أبو داود أبو داود بألقى بحديثك مركو وريي كتاب السننك وحوي عبد الرحمن ماد وحوي جري حديث كان مقالنا يمحي إلي أحاديثك لو خلاف سيهاي أبو داود وحوي وهذا عندي ليس خلافه حديث كان أحاديثك لو أوشك ما خلاف سنو عبد الرحمن أقول راعي ابن مهدي عبد الرحمن مهدي أحمد معين أحمد حنبل أبو زرعة الرازي أبو بكر الأثرم رقاوا وين وحيكوت تجين حديث كانوا منكر يهاي أحاديث بنا خلاف سن يهاي بيلي وحديث كان صوم مرتين وهو رأي أبو هريرة معه شيء غي ما أنا أبو الله ما الموت يا أنا لقى له ردعين رمضان كوا كنا معه نص شعبان شيء طبعا كده ممنوع صونا عادة هين أما قضاين أما نذر هين ترب ضنبو شيء وحديث كان ضنبي قوليها مركب حفادة ووين وهوري حديث كي بيفيريين رجاشيسي حديث كي معني سيفيريين مطنق يا جاي وحاوصوا بحي مطنقا إذا بقي نصف من شعبان وفي رواية إذا انتصف شعبان فلا تصوموا شعبان هضوك لبرد مو صوم صناء الجوتية وحيك وأركن معناها سئلوا خلاف سنية يا حديثي ورنا يسي ما لا الله ما المضمن الله قليم أنت كلا واسك فسحان تاعي نك عاد وافض وافسحان ياي مركي أركان حديث كونه حديث كهر ماني
يوحي دكتور دب فرين سنة كيان أدا سارة والمدح أوجد ضبنا خلاص كميشن كتيرة على عبد الرحمن باي أركين واحد كل لقوا النقطة على عبد الرحمن كل جيبه حد كان وريه أصقوا النول باي ولي بتابعين تقاركود إيدين شيرين ما لين بأصقوا حلقة مساعد كفردية يعني عباد مكثير ليلا ومال سفر أركين حرت وفرد العلماء وحوري مسلمين إماراتك هذا على ابن عبد الرحمن وحكم ركعايا انه ابي كم مقلي ابينا ابو هريره كم مقلي ابو هريره النبي كم مقلي اسغوله اذا انت صفر شعبان فلا تصوم على اسنوا استاغي حر اشهد اني سمعت عن ابي وانه سمع عن ابي هريره عن رسول الله اذا انت صفر شعبان فلا تصوم الو كل بحي حديث صار لو قد قال لموي ولاد كان على ابن عبد الرحمن ينثقوا امامه حديثك كل جيبه لقوا النقضي احمد يا جماعه وحوار كين ودر يا واحد ودر واحد باخلدم كاري اسغا لقوا النقضي اسغا وح خلاف ما جرو حديثك وديه احاديث كلا خلاف سموي احمد حوري على او حديث منكر وري وكو كان كل يوم باكو قنصن وح كلو كدن وا دغدغ بور ترمذي أبو ذو حيلين أحمد مادو حميد شيغن حديثكم أحاديث ما خلاف صنو ترمذي مركو مريا جامع زوحوني بعض أهل العلم وحيد هذه معنى هذا الحديث عند بعض أهل العلم أن يكون الرجل مفطرا فإذا بقي من شعبان شيء أخذ في الصوم اللي حال رمضان حديثكم حكاة الله صادت كذا أفرنتهاي مسو سنيستت خميسي سنين مسو انتت أيام البيت متقانت مرق رمضان سودا ولا شعبان أي سفر رصدته صار هذا ورفاهين وانسيت أخبارنا هيا هي مال ما نسيت سوما هيا ممنوع حديث كاسو دي دنيا هيو أحاديث كان لو حي فصحي نينك عاد لها إردقا لها أما لو ما الموضع كجب يا جنتي حديث كم حكاها الله هال هول خاصة ساسو أسوق يري ترمدي علماء كسوق يري ونقوق نعي حديث كان هوريت ثوم مرتين أبو هريرة بيوم من أو يومين بون أقام مخرات قريبة ترى ذنب أكل بضانة حديث اسمه ديدنو دنو سجود نبي وود دي ذي صون مطلقة إن لقاه مرة بيش رمضان إيه ترى ذنب أكل بضان بور كليه وحنا قالوا مرك خلاف كشيء زمعية أبو دود ناس نو حوري خلاف اسمه خلاف حديث اسمه مال بيوس عدا وحاقطها كرسن سيدا أيضا جوز قاني حوري حديثه صحيح وحاقلو سيدا قبا ابن حبان حاكم ابن حزم ابن عبد البر طحاوي جماعة هالك كتلي مركا وحديث صار لو قد قال لما إيوه هوش مدد كقول وحديث باطل الله يسح وأجتهاد كيسة وإذا دان أقوه الرئي ومسألة اجتهادية إن وإذا ده رأي قر لي نودع كرتا كون تمانا يودع كرتا وحق نص قطع أمامها ومسألة اجتهادية وحي كدل ورئيس كلية نينك حديث اللقو إنه وانين ثقيه أمو خلط ما إيه ما خلط ما بالسواهية حديث معانيزه أحاديث بخلافية ما خلافية بالرسوائية إذن متقدمين ترمذي أبو داود بحركة كدي داوشا يدا متأخرين وابقوشي نقل لي هذا دعوا حول حديث هو صحيح لكنه هو منسوخ مترك العمل بالإجماع أحبك ما جرى مرقات نبي منسوخ نماها مترك العمل نماها لكن هو صحيح وور معقوله وذا داك أقوري مهمد أنت ونسكوه هذا وحديث لسوخ خلاف سنية حديثة لكن واجتهاده وبعضهم لا يصح وذات وركيوي وصحيح نين كذا وذات اجتهادي إلا أنا وانقوش يا جوا محي تابعي أبي كورنا يا اللي ولقوا نغوان ثقة نكاسة ما ترمذي أبو داود ويبقى خاصة أبو داود ما نبى ضعيف على سكوما هي على سكوما هي فقه الحديث متنين وحو خلافين متنك على يما خلافين على سكوما هي قابك وجمعيا ترمذي أبو داود بانا كقر حسن قابك أحمد يؤلب ودين ابن مهدي ديبو فيريا آخرين وعن أبي اليقظان عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه ما قال من صام اليوم الذي يشك فيه عفوا من صام الروح صومه اليوم الذي مالك يشك فيه لغوش كسين يا اما رمضان با مسوى سند بحي شعبان بالاسكوايا
يوم الشكوك قيبت دم مقال الله سعود هذا قيبت دم بي رمضان إيو شوال يوم الشكي مقاله يوم الشكوك قيبت ورب سوي وحان سوصو أني صوم بين الأسر لاتين سقال كي مركان مرين هبين كسلطانات من بشوين ما يوم الشكوك نغني ها وانا ما يسترنا يوم الشكي ما يشاكو مجر اللهم هذا هو رجل سو خلافين وانا قصبت من سوصوني وهذا جمع سوصومين عيد بالا سو خلاف غرا هولا هوا ددعان يوم شكر لكن حق هورا لو جيدا 29 كان شعبان هبينك مركان مرينو هبينكاسي صدب خنا وا نكون كرا كود رمضان و نكون كرا تيبو نبي جديدن ياهي اذا وحبيان احتمال لغيننا صدب خ شعبان لا غدغو سي صحن بلا شك ان لو صوم من صام الروح صوم اليوم الذي مالك يشك فيه الوشك سيا ما شعبان دمستك سيبا مسوى رمضان كويسي فقد عصى روحه وحقوق عن سيد ابا القاسم صلى الله عليه وسلم محمد بن عاسي وابو داود والترمذي قال حديث حسن صحيح احمد يا جماعه قال قد وحي لي هدي هبين كاسدن بوحدها وعلك فيدن يهي روبون غوصن هاين ضرورنا اسسوغار ماشي بشو كصبعي لايد لما سومي كرمانك ايضا وانا يوم مشكي صدم بوح شعبان بالغا دغ هدي لكن مش روب اسكو غارو تورو كفرستان احتياطا باللوسم مالنكاس ويوم مشكي وا كبخايا وانو اركي لاهن بيشي وحنا غا فريست وي ضرهنا غا فريست اي روبك احمد يا جماعه هلكاس مرين ودادنا اطلاق كنت كان سيد الشافعي والله سبحانه وتعالى سالك حديث بن قدره الحديث عن قدر سحور تنتقي باو ما يقال عند رؤية الهلال حبابي هاي بشوب مكي بلاطول الله أركو حلو ورن لها لقد عيسى لها نن سورة الملك كو أخرية نن أول كتاقي نن تصبح دبا أقب طبا هولها الله مبه هاني دعاء بسالة الذي قربه عن طلحة بن عبيد الله رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى الهلال نبي وحوءها إذا رأى الهلال هدو بشا أركو بلاطي قال كيدا هذا اللهم أهل له الله نغبل نغبل علينا دشيدا بالأمن أمان نبت قليو إله بل نبت قليو نغبل قوي يول إيمان على الرومين بالأن نبت كداغنو ونبت نغبل مات إيمان إسلام من أن كهر الله نغبل يول السلامة وعطف خاص على عام أمن عامسا سلامة نوع خاص أو مصائب تي بلايين كانت كأمن غطاء يول السلامة نبت قليو يا ول اسلامي الله غانسن ربي وربك الله بلي ربي ربك واسكو ميد والله كلي با ربي نوضع الله كو ابروك كيني ارونا الله يا ابرو يكر هلال رشد وخير بالهنون يا خير الله نو دغوي هلال رشد بالهنون يا وخير بركه الله نو دغوي رواه الترمذي اما هو خبر رواه الترمذي وقال حديث حسن غريب بقدر الترمذي ونكت شيخ انتس الحافظ ابن حجر وحي له هذا ترمذي واحد كان تحسينيه وحسن يدي لشواهدي شواهد فربضان بوله حاكم بصحيح عليه وكذلك احمد شاكر وتحسينيه شعيب الناوط سيوطنا وتحسينيه دعاء كليه ايا لسكو هيا ايا سوغان وحي دعي كسو هادو دن اي بل الات لو دعيو ابو داود وحوري لا يصح فيه حديث ولا يصح عن رسول الله في رؤيه الهلال حديث مسند أبو دهال قص والله مرة عزوجه لكن حديث كان ترمي دقوم وريه شوية دور ولاية وحسن هل كان دعاء حفظية بالقصور لا ترى ساكن دعائسته وحكروا الله آخرين ما وجره والله سبحانه وتعالى أعلم.